يلا يلا مش هقع، ما تخافش ما يوقعش الا الشرطة. دلوقتي بكرة على السوشيال ميديا هيسيبوا كل حاجة وشوفوا شيرين وقعت. اكتب كده ان انا عارفة عادية، عشان اللي بيحصل للفنان ده اللي تزوق والله العظيم حرام. شوف اللي صار مع عبد الله نوشت قبل كده، شوفوا بعدين انا ليا تصرف تاني. يلا شيرين رجعت تاني، يلا ما تحاسبنيش. هطلب تعويض كبير، يلا خلينا نأمن مستقبل العيال.